إن شاء الله راح نتكلم هذا الدرس عن الرمد الساري، وهو التهاب الملتحمات، وهو التهاب الملتحمات. طبعا هذا الالتهاب يسبب سيلان الدموع والاحمرار والحكة وصلابة الرموش. طبعا تعتبر جميعها من علامات وأعراض التهاب الملتحمات الذي يسمى عادة بالرمد الساري. يكون سبب هذا المرض في معظم الأحيان ذات يعني الفيروسات، يرجع إلى أمراض فيروسية. الفيروسات التي تسبب الرشح ونزلات البرد، كما أن أيضا الرمد الساري ينتشر بسرعة في المدارس ومراكز الرعاية النهارية للأطفال. يجب استشارة الطبيب الأطفال لتحديد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى علاج أم لا. معظم الحالات طبعا تشفى من تلقاء نفسها في غضون تقريبا 4 إلى 7 أيام. وأيضا إذا كان المرض مصاحب لدرجة لارتفاع درجة الحرارة، من الضروري الرجوع إلى الطبيب، لأن هذا الطفل دخل في يعني في الحالة الخطرة. من الضروري استشارة الطبيب في هذا الموضوع. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.